السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كوبا أمريكا، نهائي كوبا أمريكا، وين ميسي يحدد نقاط قوة المنتخب، يعني المنافس تاعو قبل النهائي. من حذر القائد الأرجنتيني ليو ميسي زملائه من خطر كبير الذي يمثله المنتخب كولومبيا، وذلك مع استعداد الأرجنتين لمواجهة كتيبة المدرب يعني في نهائي كوبا أمريكا فجر يوم الاثنين 15 جويليا. هذه باكر با 12 هكا وحدة ولا وحدة زوج ويجعل ما تكون هذا الخدمة، ما نعرف إذا تفرجتها إذا تفرجناها ما نعرف. كان لي قال لك لونترينير السابق تاع منتخب الوطن، ماشي الجزائر ربحت، يقول لك لونترينير ربح كولومبيا. ما عليش ربحنا كولومبيا وينتا؟ سبتمبر 2019، اكتوبر 2019 ربحنا كولومبيا. لا كيما هكا ربحنا 2019 2020 21 22 23 24، 5 سنوات. يعني 20 21 22 23 24، 5 سنوات. 5 سنوات الناس خدمت، حنا ربحنا كولومبيا ومروحنا لا كوب دي مون دو كوب دافريك، خرجنا من الدور الاول امام موريتانيا، بصح هما اليوم راه في النهائي. ناس خدمت بصح حنا ما خدمناش. شوفوا دوك اللعابه معظمهم لا لعبوا كونت الا راهم يلعبوا دروك. روحوا طلعوا فيديوهات، طلعوا القائمه تاع ذاك الوقت، طلع ادخل جوجل طلع وشوف، شوف لا نصهم، شوف السلطه تاعهم لا مازال. ايه بصح الناس ناسك. وضرب المنتخب الأرجنتيني موعد مع كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز زملاء ميسي على كندا في النصف النهائي بهدف لصفر في الوقت الذي تجاوز فيه الكولومبيا عقبة الأوروغواي بهدف من دون رد. يعني وحدد ميسي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت البريطانية نقاط قوة منافسيهم القادم، قائلا ستكون مواجهة قوية تجمعنا بمنتخب كولومبيا الذي يسخر بنجوم موهوبين في كافة الخطوط ويدير دفة الفريق المدرب يعني صاحب الخطط الذكية يعني والكبيرة وخبرة طويلة، فقد نجح يعني في صياغة الفريق متكامل يلعب بأسلوب يعني ممتع ومثير. وإن أضاف شاهدنا بتراقب المباراة المثيرة بين الأوروغواي وكولومبيا مدركين مسابقة صعوبة، يعني مواجهة بغض النظر عن هوية الخصم، فمنذ فترة طويلة لم تهزم كولومبيا، ما يعكس قوة هذا الفريق الذي يضم لاعبين كبار يتمتعون يعني بمهارات مواهب، يعني كبار مواهب بمهارات عالية ولياقة بدنية استثنائية، ولقد برز ذلك جليا في خط الهجوم مندفع، حيث تألق لاعبون سريعون وديناميكيون، ما يخفي على مباراة طابع مثير وكبير. إن شاء الله نتفرجها. وتتميز مباريات النهائي بطبعها الخاص ونحن على دراية بذلك، ورغم ذلك نواصل تقديم عروض قوية ونتمتع بالهدوء والتركيز الذي يميزنا طوال المسيرة البطولة، ونحن الآن نضع نصب أعيننا هدف واحد، الفوز بالمباراة النهائية. ويبحث المنتخب الأرجنتيني على الاحتفاظ باللقب كوبا أمريكا والذي توج به في نسخة الأخيرة 2021 حينما يلتقي كولومبيا في مباراة نهائية مثيرة لهذه البطولة. ويمتلك المنتخب الأرجنتيني رقم قياسي في عدد الألقاب في البطولة الشهيرة بعدد 15 لقب بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تحلم كولومبيا بالحصول على لقبها الثاني بعد أول يعني بعد الأول عام 2001، يعني في 2001 أو 1.
وتعتمد الأرجنتين في طموحاتها على خدمات الأسطورة ميسي الذي قاد الأرجنتين للفوز باللقب كوبا أمريكا 2021 ثم كأس العالم 2022 بقطر ليصنع التاريخ مع كتيبة التانغو. المهم هنا غادي تكون سهلة غادي جامي تكون سهلة. يعني هذا هو موعد وين يصب منتخب الأرجنتيني للحفاظ على ذراع يعني على كأس كوبا أمريكا عندما يلتقي مع نظيره منتخب كولومبيا في مواجهة مستعدة التي ستقام بينهما على الملعب هاردي يعني بمدينة ميامي الأمريكية في نهائي نسخة 2024. ويحافظ المنتخب الكولومبي على سلسلة لا هزيمة ممتدة على مدار 28 مباراة بين تصفيات كأس العالم والوديات وكوبا أمريكا، ويبدو أن زملاء خيمس رودريغيز في أفضل أحوالهم لتحقيق اللقب الثاني التاريخي للمنتخب الأصفر بعد لقب 2001. وتصطدم كولومبيا بمنتخب الأرجنتين بقيادة ميسي الطامح لتحقيق اللقب كوبا أمريكا مجددا في ظل ما يتردد عن احتمالية اعتزاله دوليا وعدم استمراره حتى خوض كأس العالم 2026 فيما يلي. يعني وين شو كيفاش مباراة موعد المباراة كولومبيا وين ناقل لها والتشكيل المتوقع لكل والتشكيلة المتوقعة لكل فريقين والتزايد من التفاصيل. موعد المباراة الأرجنتين كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا هو صباح الاثنين موافق ل 15 جويليا. وتنطلق المباراة للملعب هارد روك في تمام الساعة 3 صباحا، إيه 3 الصباح وثلاثة الصباح بزاف هنا. وتوجد شبكة قنوات تذيع مباريات كوبا أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن كانت قنوات بي إن سبور تحصل على حقوق الخاصة بالبطولة. لكن يمكن المشاهدة مباراة أرجنتين وكولومبيا في النهائي كوبا أمريكا على العديد من القنوات الأوروبية. صحف الحراسة مارتينيز نيكولاس ليساندرو كريستيان يعني موليان أنخي دي ماريا رودريغو دي بول إنزو مارك وجوليان ألفارو وميسي. هذه هما التشكيلة التشكيلة تاع كولومبيا. يوهان كارلوس سانجيز أريس ماتيوس ليراب لويس دياز رودريغيز جون أريس وجون كوردوبا. هذه هي مرات هما دائما يدخلوا بالخطة 4-2-3-1 دائما يدخلوا بها التشكيلة تاع كولومبيا. هذه هي الأرجنتين يدخلوا بربعة 4-4-2 ما نعرف. تجيب سارة أقول يتوقع أن يجري المدرب اليوم يعني على التشكيلة التي خاضت المباراة كندا الأخيرة، حيث سيواصل اللعب بطريقة 4-4-2 مع تحرير ميسي وبجواره في المقدمة المتألق جوليان ألفاريز. هذه هي وما فانيك كولومبيا وين يتوقع أن يلعب مدرب يعني نهائي كوبا أمريكا بطريقة معتمدة 4-2-3-1، وستكون أمله الهجومية يعني معلقة على خيمس رودريغيز تحديد وبجواره لويس دياز خلف المهاجم كواردروبا. هذو هما وما نعرف الله حنا. المهم نشوفوا بارتي يا شباب واللي يربح بصحته اللي يربح بصحته. انا ماذا بيا كولومبيا واللي يربح بصحته.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتار وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.